ما هو أكثر عدد ما هو أكثر عدد لركعات الوتر؟ خمس سبع ركعات، ركعات، خمس ركعات، 11 ركعة. خمسة. خمس ركعات، خمسة، خمسة. إجابة الأولى. السلام السلام عليكم. عليكم في مقطع جديد مع أجو فليشن. ومقطع اليوم، هذا الوصف الوحيد الذي أستطيع أن أصف فيه المقطع. وفي الأخير رأي رأيكم، وهذا رأيي الشخصي. المهم، شكرا لدعمكم للمقاطع السابقة، معنا دعم لم يكن جميل واو جدا، المهم لكن أفضل من قبل، لكن أفضل من قبل. المهم، أخبروني برأيكم باللوجو الجديد للقناة، هل أعجبكم اللوجو الجديد؟ أخبروني برأيكم في التعليقات تحت. ومقطع اليوم هو اختبر مدى معرفتك في الدين الإسلامي. المهم، لا أريد أن أطيل في المقدمة، تحمل لي قليلا إعلان لبرنامج جميل جدا. حسنا، اليوم لدي إعلان لبرنامج أو تطبيق، نفس الشيء، برنامج جميل جدا. وضعت لكم رابط البرنامج في صندوق الوصف للذي يريد أن يحمل البرنامج، أنصحكم بذلك، الذي هو القرآن بصوت ورشة التجويد، والذي يريد برواية حفص فقط يكتب القرآن بصوت حفص التجويد. المهم، هذا البرنامج يحتوي على العديد من المميزات التي سوف تسهل عليك حفظ القرآن وقراءة القرآن بطريقة صحيحة. المهم، سوف أظهر لكم مميزات البرنامج. المهم، أولا الصفحات سهلة، تكتب رقم الصفحة 5 مثلا، تذهب مباشرة إلى الصفحة رقم 5. ثانيا، الأجزاء، فقط تضغط على الأجزاء تأخذك إلى الأجزاء، الجزء الأول، الثاني، الثالث، وأنت تذهب إلى الجزء الذي تريد أن تذهب إليه، مثلا 21، سهل بسيط. الفهرس، تذهب إلى الصورة التي تريد أن تذهب إليها مباشرة عن طريق الفهرس. المهم، رابعا الميزة الجميلة والتي هي حفظ العلامة، مثلا توقفت في مكان وتريد أن تحفظ المكان الذي توقفت فيه لترجع إليه في وقت آخر، المهم فقط عندما توقفت تضغط على حفظ العلامة، تضغط على نعم، ثم تذهب إلى العلامات، ثم تضغط على العلامة التي تريد الذهاب إليها، سهل وبسيط. المهم، خامسا مثلا تريد أن تشاهد الكتابة في وضع ليلي، تضغط على الهلال وتصبح في وضع ليلي، ثم تعود تضغط على النجمة تصبح في وضع نهار. المهم، سادسا التذكيرات، تذكيرات مثلا تريد تذكيرات الصباح، الليل، مثلا المساء، نضع الوقت 5:15 PM يعني مساء، و AM يعني صباحا. المهم، مثلا أريد أن أفسر ألف لام ميم، نضغط عليها مباشرة، نذهب إلى تفسير، ثم مباشرة يفسر لنا ألف لام ميم. ثم لدينا مثلا أحكام تجويد، تضغط على الشاشة وتظهر لك أحكام تجويد في الألوان، كل لون يبين لك حكم من التجويد. سابعا، فائدة متجددة، مثلا فضل العشر الأواخر من رمضان، ويظهر لك فائدة القرآن في العشر الأواخر من رمضان. ثامنا، أذكار، مثلا أذكار الصباح، نضغط على تظهر لنا مجموعة من الأذكار. المهم، تاسعا، مظهر القوائم، مثلا تريد اللون الأزرق، لا يهمنا. عاشرا، مثلا فضل قراءة القرآن، نضغط عليه يظهر لنا مجموعة من الأحاديث التي تبين لنا فائدة القرآن. وأيضا هناك ميزة الصوت، الاستماع إلى القراء، كان عبد الباسط، عبد الصمد، ياسين الجزائري، راشد بالعالية، مثلا عبد الباسط، عبد الصمد، استمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، يظهر الصوت عادي. وهذا هو البرنامج. و المهم، ها هو المقطع الذي فيه اختبار الذي سوف نعرف مدى معرفتنا بالدين الإسلامي. هيا لنعرف مدى معرفتنا بالدين الإسلامي، لا أردد عليكم، فلنبدأ. لنبدأ على بركة الله. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول. المهم، السؤال الأول، إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى حياة البرزخ. ما أعتقدش. ما قدموا، ما أخروا، تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا. سألت حياة البرزخ،
الإجابة هي ما قدموا. ما قدموا السؤال. إجابة ثانية. إجابة ثانية ما قدموا. إجابة ثالثة ما قدموا. حسيتها. ما قدموا. سؤال ثاني. السؤال الثاني المهم. المهم سؤال ثاني. قال رسول صلى الله عليه وسلم ما تركت ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الخمر المال. النساء على ما خمر. النساء خمر. النساء على ما أعتقد النساء على ما أعتقد. ثانيا النساء. حسيتها بالنساء. هذه يسموها لقيت تفهمها يعني تكون تعرف الدين تفهم تفهمها نورمال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الوقت أخيرا يفوت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراها الناس تعدل صلاته على أعين الناس 50 مرة 100 مرة 25 50 مرة 100 مرة 50 مرة أنا أعتقد 50 مرة 50 مرة 50 مرة الإجابة الثانية. الإجابة الثانية 50 مرة. الإجابة الأولى 50 مرة. 50 مرة 25 حسيتها 25 سؤال الرابع. سؤال الرابع قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بفقيرها بعلمائها بضعيفها بعلمائها نشان بعلمائها بعلمائها سهلة بسيطة بعلمائها نشان. إجابة الثانية. الثانية بعلمائها. الوقت قليل بزاف ما تجي تقرأ السؤال تكون جاوب. يا بضعيفها سخنت فيها. سؤال خامس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم النصر مع الصدق الصبر اليسر. النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. مع الصبر. 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 إجابة الثانية. مع الصبر. إجابة الأولى. إجابة الثانية. إجابة الأولى. سؤال الثاني. صبر. هذه بعدها. سؤال سادس. الوقت يمر بسرعة. ما تجي تقرأ السؤال كما أخبرتكم يكون الوقت فات حبسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء الكذب النميمة. الكذب. الكذب. إجابة اثنان. ثانية. الكذب الثانية. الكذب. على ما أعتقد الكذب ماني الكذب 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 على ما إجابة ثانية تتاني ثانية. حسنا إجابة صحيحة الكذب. ما صفقونا صفقونا صفقونا. سؤال السابع. صفقوا روحكم أنتم اللي جاوبتوا صحيح ثاني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ابتلاهم بينه ابتلاهم رزقهم رفعهم ابتلاهم. إن إذا أحب الله قوما ابتلاهم. رفعهم. ابتلاهم على ما أعتقد. ابتلاهم. إجابة ثانية. ابتلاهم. ابتلاهم. نعرف هذا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. السؤال الثامن. الثامن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي الأولاد النساء المال. أولاد. النساء. إجابة الأولى. المال المال. الأولاد المال 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 أولاد المال 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 كنت غادي نقول النساء بعد قلت المال 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 تبقى صحيحة. حسيت باللي كان يقول لك الأولاد لا تلهيكم أولادكم وأموالكم وأولادكم عن ذكر يعني عقلها نسي الآية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء الجهاد الصدقات الصدقات صدقات 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 صدقات. إجابة ثانية. حسيت بالدعاء ولا صدقات. سؤال عشر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم
أحسنهم خلقا ولا القوامون ولا الصابرين؟ الصابرين. الصابرين. الإجابة الثالثة الصابرين. الصابرين إجابة الثالثة. أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. السؤال الحادي عشر. حسنا، كم ركعات صلاة الخسوف والكسوف؟ ثلاث ركعات، أربع ركعات، ركعتان؟ كم ركعات صلاة الخسوف والكسوف؟ ركعتان. إجابة الأولى ركعتان. ركعتان على غلط. ركعتان إجابة. ركعتان إجابة الأولى. إجابة الأولى ركعتان أولى. ركعتان على ما أعتقد. باش تحمس روحك. الثاني العاشر. 12 ترفع من الادرينالين. ما هو اكثر عدد ما هو اكثر عدد لركعات الوتر؟ 5 ركعات، 7 ركعات، 5 ركعات، 11 ركعات. 5 ركعات. 5 5 الاجابه الاولى. الاجابه الاولى 5 ركعات. الاولى الاولى 11 11 ركعه. معلومه جميله ان تعرفها، معلومه جميله. الان انتم تستمتعون معنا وتستفيدون. من الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ عثمان بن عفان، زياد بن ثابت، زيد بن ثابت، ولا زيد بن حارثة؟ إجابة ثانية. الأولى 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 الأولى. الثالثة الثالثة الثالثة. ها قلت الثانية بعد قلت الأولى. قلت لي شيء. الله بالذات. سؤال 14. كم دامت الدعوة السرية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنتين، ثلاث سنوات، سنة واحدة. سنة واحدة. إجابة الأولى. إجابة الأولى. الثانية سنتين. أولى. الثانية سنتين. سنتين. ثانية سنتين. سنة. ثلاث سنوات. مهم، معلومة جميلة. السؤال الخامس عشر، استمتعوا معنا واستفيدوا. من هم المغضبون عليهم عند الله تعالى؟ اليهود الكاذبين، الأنصار؟ أنصار. الكاذبين، الكاذبين على ما أعتقد. أنصار. ولا اليهود الكاذبين؟ أنا قلت ثلاثة. ثلاثة الكاذبين. الكاذبين ثلاثة. اليهود حسيتها. ولا الكاذبين ولا اليهود؟ حسيت بالكاذبين ولا اليهود؟ حسنا حسنا أوكي فهمتم. السؤال الأخير. أخير. كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ 10 ركعات. 10 ركعات مع بعد يصلوا الشفع والوتر، هذيك ما تعدهاش. الركعات قال لك صلاة التراويح 10 ركعات تراويح. واو، هكذا انتهى المقطع. لا يريد ان نطلع عليكم، اتمنى ان عجبكم. اذهبوا الى الخاتمة. والى هنا وصلنا الى ختام الفيديو. اذا عجبكم المقطع لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد أول بأول، ونشر المقطع في كل مكان إن أعجبكم، وإن لم يعجبكم أيضا نشره. المهم، ولا تنسوا أن تعطونا رأيكم عن اللوجو الجديد للقناة في التعليقات. وما يخص المقطع الذي أخبرتكم أنه سوف ينزل يوم الخميس، يعني المسيح الدجال الجزء الثالث، سوف ينزل هذا الخميس، لم ينزل الخميس الذي فات بسبب الظروف. المهم، وإلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، أتمنى لكم بخير في المقطع الآتي. السلام عليكم.